نروح لفاصل وهنرجع بعد. عندنا تقرير ولا فاصل يا اولاد؟ تقرير وفاصل مع بعض. هناخد الفاصل الاول وبعدين هنرجع نكمل الكلام. السنة دي مرسى الأهرام في أكتر من 79 دولة. أنا بتكلم يعني مع الناس اللي موجودة، في ناس جاية مخصوص للماراثون وتقعد أجازة صغيرة وتسافر تاني، في ناس أجانب موجودين في مصر، لكن تقريبا 4000 مشارك مع الجو الجميل ده، مع البانوراميك والمنظر الأهرام الكبير. أكيد الرياضة بتعمل حاجة اسمها سيتي ماركتينج أو تسويق للمدن وتسويق للدول بشكل مباشر. الحقيقة دعم كبير من القيادة السياسية، العمل الدؤوب اللي موجود مننا من وزارة الشباب والرياضة، ملفات مختلفة، كل ملف ليه رؤية مع ناشونال سبورت استراتيجي أو الاستراتيجية الوطنية للرياضة المصرية. احنا الحقيقة كمنظمين أصلا ممارسين لرياضات التحمل والجري بشكل خاص، وفكرنا إن ده أحسن مكان نحب نجري فيه بجنب الاهرامات، ومكان رائع وتنظيمه وشوارع ممهده، مكان هايل. ايفنت نقله كبيره الحمد لله، 4000 متسابق النهارده من 79 دوله، من الاجانب من المقيمين في مصر ومن خارج مصر. فيعني احنا مبسوطين ان اليوم مشي كويس، فخورين ان الناس كلها عندها ثقه في مسابقاتنا بالشكل ده، واتمنى ان احنا نكرره كل سنه في نفس الميعاد. ده أول ماراثون بيراميدز أعمله، بس عملت قبل كده ماراثونز مختلفة جوه مصر وبره مصر. الحاجة المختلفة هنا إن أنت عندك هرم، بلس إن أنت عامل أورجانيزيشن النهاردة زي بره ويمكن أحسن. أنا بالنسبة لي حاجة جديدة إن إحنا نعمل حاجة رياضية، نقرب من الرياضة شوية بسبب طبيعة شغلنا وحياتنا عموما، ما بقاش في ناس كتير قوي بتتعامل رياضة. فرصة حلوة طبعا وسط الأهرامات، وحاجة جديدة وتجربة جديدة. أنا أول واحد في مصر بيجري بالطرف الصناعي، وأول مصري وعربي أفريقي قطع مسافة 100 كيلومتر بطرف صناعي. دايما بكون يعني عندي تحفيز جامد ان انا اكون مشارك في حدث دولي زي ده في اكتر من 60 دوله. دي مش اول ماراثون ليا، ده تاني ماراثون بيراميدز ليا، وبروح ماراثونز كتير قوي. بعتقد ان دي حاجه تحفه، لان احنا بتجمع ناس من حوالي العالم وبسنين مختلفه جدا، اعمار مختلفه، كل واحد بيتعلم حاجه حلوه منها، بتطلع طاقه غير طبيعيه، وان هي جنب الهرم دي حاجه مصر بس اللي تقدر توفرها. بس ده كان تحفه السنه دي، كل سنه بيغيروا في الروت وفي الطريق بتاع الجري، كل سنه فعلا بيكون في سبورت اكتر. اتمنى يعني يفضل بعد السنه الرابعه دي مرات كتيره. احسن حاجه شفتها ان عدد الناس اللي بتجري زاد، وده انشر ثقافه الجري في مصر، دي حاجه تحفه. اكسبيرينس تحفه، اول مره اجربها كنت مش فاهمه هعمل ايه ويا جماعه ده وكده، بس هو بجد حلو قوي ان الناس كمان بتقعد تشجعنا، اللي هو يلا يا جماعه فاضل كيلو واجروا وكملوا وكده، فهي فايبس حلوه قوي، وان بجد كل الناس من كل العالم موجوده هنا في مصر، فهي حاجه فخوره قوي بيها ان انا ببلدي حاجه بتحصل كده. دي رابع سنه اشترك فيها، اول سنه شاركت في ال 42 كيلو، كانت اول سنه تتلعب في الهرم، وتاني سنه شاركت في الخمسه، واللي بعدها برضه في الخمسه، والنهارده هتشارك في الخمسه كيلو برضه. السنه اللي خدت اول واللي قبلها اول، فيا رب النهارده ان شاء الله اخد اول. الريس هنا ممتاز جدا، السين حلوه جدا، الجو كان شمس شويه النهارده عكس كل يوم يعني، بس اوفرول الجو حماسي والدنيا كويسه جدا يعني، ممتاز الصراحه. انا اول مره اشارك في البيراميدز هاف ماراثون، بس نفسي اشارك فيه من 2019. جريت مره هنا بس في 2018 وكانت حلوه جدا، فجايه مبسوطه قوي ان انا اجري جنب الاهرامات، يعني بقالي كتير نفسي اجري جنبيها. شاركت النهارده في ماراثون بيراميدز في مسافه 5 كيلو، والحمد لله حصلت على المركز الاول. ما شاء الله التنظيم النهارده احسن من رائع، 4000 مشارك في ثلاث مسافات مختلفه من 79 دوله، فنتمنى ان شاء الله، ودي رابع نسخه ليهم للماراثون، ان شاء الله نتمنى السنه الجايه يبقى احسن واحسن. تنظيم كويس جدا، كتنظيم كل حاجه، عطيك موتيفيشن تحفيز، فبصراحة حاجة كويسة جدا ومش آخر مرة أجي هنا.